بسم الله الرحمن الرحيم. تقييم اللجنة العليا للثقافة العلوية التابعة لجمعية القدس الإسلامية العلوية والتعاون مع الإدارة الليبية في مصر. أرحب لكم ولأول مرة المطرب الشاب فارس على مسرح القدس الشريف في التأذية، ولأول مرة حفل جماهيري التي يقام في قاعة مسرح القدس الشريف جمعية القدس الإسلامية العلوية التأذية يوم 15 ديسمبر 1991 في تمام الساعة 4 مساء. الدعوة عامة.